بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء ومكملين مع حضراتكم في ملف ويسالونك النهارده السؤال عن الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى حلله لينا في الاكل ايه هي الطيبات اللي ربنا سبحانه وتعالى حللها والناس بيسالوا النبي عن ايه يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول يسالونك ماذا احل لهم قل أحل لكم الطيبات يعني هم بيسألوا في الحلال والحرام في الأكل ولا الحلال والحرام في إيه هي جاية في الآية القرآنية مفتوحة على الإطلاق ماذا أحل لهم وكان الرد وكانت الإجابة القرآنية أحل قل أحل لكم الطيبات وما, علم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب وهذا في سورة المائدة هل له علاقة باسم الآية القرآنية خلونا نرحب بفضل الشيخ أشرف الفيل ونسأله في هذا السؤال إزاي حضرتك فضل الشيخ مرحبا يا الله يبارك فيك يسألونك المرة دي عن إيه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بعد. الحقيقه في سوره المائده الله سبحانه وتعالى امر الناس فيها في اول ايه من السوره بان يوفوا بالعقود التي كان يتحدث عنها في سوره النساء ثم بعد ذلك بدا القران الكريم يتكلم عن المطعومات والمشروبات <applause> فبدا الكلام في الاول عن المحرمات قال حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب فقال لهم ان المحرمات من الطعام عشرة وحكى لهم العشرة في الايات فالحقيقه الناس قال لك طب احنا عايزين نعرف طب هو ربنا حلل ايه هو في الاصل لو ربنا حرم عشره آه يبقى كل حاجه بعد كده حلال. آه 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 كل حاجه بعد كده حلال. آه أيوة انما فعلا. زي إيه ما نقول امال ايه بقى إيه اللي زي فاضل؟ زي ما نقول كده يعني. ايوه. آه فطب أنت بحرم عشر حاجات، طب ايه اللي فاضل بقى؟ مم. ايه الحلال؟ فكل حاجه بقى بعد كده عندك 90 حاجه حلال بعد كده يبقى إيه القران لما يجيب عشرة حرام بيجيب قصادها 90 حاجه حلال. مم. فقام الناس حبوا يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام في هذا السؤال مم. فقالوا يسالونك ماذا احل لهم طب ايه بقى ايه الحاجه بقى اللي احلت لهم؟ م. يسالونك ماذا احل لهم؟ فجي الرد بقى قل احل لكم الطيبات م. ولفظه الطيبات يعني المستلذات من الطعام. م. والقران الكريم وهو بيقول المستلذات من الطعام عايز يلفت نظرنا على حاجه مهمه جدا م. ان الطعام له تاثير على عقل الانسان وعلى نفس الانسان. م. الطعام نوعيه الطعام لها تاثير على عقل الانسان. على نفسية الإنسان ولذلك العلماء في العصر الحديث الأطباء لما بدأوا يعملوا أبحاث في هذه المسألة وفي هذه القضية فاكتشفوا أن الطفل اللي هو قاعد شغلته بس يأكل سكريات بس صبح كده ياخد شوكولاته ياخد مش عارف ايه يعمل ايه يعمل ايه كله سكريات وعصاير وعصاير وحزات تلاقيك شديد العصبيه متعصب جدا طيب لو رجعنا بقى سيبنا الكلام ده كله وخليناه ياكل اكلات تانية حاجات بقى بسيطه جبن البان مش عارف ايه بتاعت تلاقيه هادي واموره كويسه وزي التمام يبقى يفهم من ذلك ان المطعومات تؤثر في نفسيه الانسان دي باينه فين في القران؟ في السؤال ان القران ما انا قلت لك في الاف الاسئله اتسالت بس القران آه. اختار منهم كام؟ اه كام كام سؤال؟ 15. يعني 15 ليه 15؟ لان كل واحد عمود له اصل فهو بيقول له يس... ما هو بيقول له يسالونك ماذا احل لهم؟ مم. فزي ما كان قال لهم بقى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وكذا وكرر لهم بالاسامي كان يقول لهم بقى واحل لكم الأشجار والانهار والميه والكذا والكذا مم. والاكل كذا لكن القران ما كده قال لهم قل احل لكم الطيبات فكلمه الطيبات من الاشياء الايه؟ من الاشياء المستلذه التي تفيد الانسان لان في مستلذ لا يفيد الانسان مم. مع حضرتك ما البنجو والحشيش والحاجات دي ما هي دي مزروعات زرعت في مم. الارض فهل ينفع اقول دي مش الطيبات آه بس دي أيوة مش الطيبات أيوة حضرتك عرفت بقى القصه طب ايه ايه ليه فرق بين الاتنين مع ان دي خضره ودي خضره ان دي تؤثر على عقل الانسان وتزيله مم. اما هذه تثبت عقل الانسان وتريحه يبقى مم. هنا اداك المعنى أيوة يبقى يقول أحل لكم الطيبات بعدين قال لهم خلي بالكم انتوا ناس شغالين في الصيد وبتصطاد والكلام ده كله وما علمتم من الجوارح مكلبين مم. ساعات كانوا بيجيبوا كلاب الكلاب دي كانت متعلمه ومتدربه مم. على الصيد ان هي تصطاد الطيور مم. وتجيب الطير ده الكلب المعلم لما بيصطاد الطير بيروح يمسكه يعني يقفشه كده ماشي وما ياكلش منه وما يغرس لسانه اسنانه فيه للآخر وما ياكلش منه حاجه أوه. فيقول له فكلوا شوف بعديه يقول لك ايه فكلوا مما امسكنا الحاجه اللي قبض عليها اللي امسكها بس لكن الحاجه اللي اكل منها ودليل دي القران بيقول كده بقى انا بس فهمني الاول طيب عشان امشي معاك واحده واحده طيب. وما علمتم من الجوارح مش فاهمه دي اصلا حلو أوه. احنا دلوقتي عايزين نصطاد مثلا حاجه من ال... من الطيور الجارحه مثلا، حاجه نصطاد حاجه اه يعني الجوارح دي ايه؟ اه الجوارح زي باقي الطيور اللي بتطير واللي بت... آه بتعمل دي قصده كده يعني اه امال ايه علمتم دي عايده على الكلاب؟ على الكلاب علمتم من الج... تعلمونهن بتعلموا ايه؟ وما انت. علمتم من, من الجوارح ممكن. من الجوارح دي اللي هي ايه؟ اللي هي الكلاب؟ اللي هي الكلاب وما علمتم الكلب ده جارحة آه مش كده وما احنا علمناه ايه. علمناه مكلبين, مكلبين. التكليب ده يعني ايه يعني تعلمه إنه يروح يمسك الطير اللي انت عايزه أو الغنم اللي انت عايزها يمسكها بس بفكيه مم. تعلمونهن مما علمكم الله آه بيتدرب الكلب بقى على ايه الكلاب نوعين في كلب مدرب على الصيد، فلما يروح يجيب يصطاد مم. يقوم مش يعض بأنيابه ايوه خلاص انا دي فهمانه خلاص بفكه فده التعليم اه ده التعليم، انما احيانا وهو بيصطاد مجموعه كلاب تجري مع الكلب عشان تجيب الايه؟ تجيب الفريسه اللي المفروض تيجي، فالكلاب الثانيه اللي مش متدربة بتقوم نهشاها واكله منها، فقال لهم لا ما تاكلوش من دي، اللي آه. الكلاب اكلت منها ما تاكلوش منها، فكونوا آه. مما امسكنا عليكم علي. حدد له القصه وقال له فكلوا مما امسكنا عليكم مم واذكروا اسم الله عليه يعني لما تيجي تعمل تأكل تمسك الحاجه تقول بسم الله مم لما تيجي تاخد الحاجه من الكلب او تطلق الكلب اللي هيجيب لك الفريسه دي او الحاجه دي مم وتسمي عليه اسم الله سبحانه وتعالى ان الله سريع الحساب. مم الايه اللي بعدها بقى مم قال لهم طب كان في حاجه مش متحللها لكم بعد كده انا أحللها لكم مم اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اه هم اليهود او النصارى النصارى آه غير المشكلة اقصد في الايه لما نزلت كان ساعتها اليهود اللي وبرضه النصارى اه اوتوا الكتاب اهل آه الكتاب صحيح فقال لهم خلاص اليوم واحد طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الغريب بقى في الموضوع الايه الثانيه بعد الايه اللي بعد الايه, دي آه بعد الآية آه دي آه الغريب بقى في 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 الموضوع آه ان المحرمات التي حرمها الله عز وجل على اهل الاسلام هي جنس المحرمات التي حرمها الله في الكتب السابقه مم. يعني افهم من كده ان الخمر لم تكن محللة في الكتب السابقه لا ما هي مش حرام ما, ما هي مش حلال مش حلال هي آه. مش حلال اقصد وهي آه. حرام في في المسيحيه بالزبط. واصدقائنا المسيحيين عارفين انها حرام دمين. طيب خليني اسالك احنا دلوقتي قلنا الطيبات اللي هي الصيد بطريقه معينه أيوة. طيب ما احنا عايزين نسال في صيد بالبنادق وفي صيد كده ده حلال ولا حرام ده حلال جايز ما فيش فيه مشكله خالص بس بيموتوها اه موتوا اه بس بس في فرق بقى ما بين الكلب اصطاده وما بين اللي البندقيه اصطادته اللي الكلب اصطاد استا... ما البندقيه لما اصطادته خلاص اخرج الدم الزايد اللي عنده خلاص كده طيب انما التاني بقى الكلب لو غرس فيه اسنانه انيابه له حكم مختلف فعشان م. كده قال لك لا دي غير دي يعني انا توقعت انه هيبقى ميته طالما الكلب لا, كأ... لا ميته اللي هو اللي نفقت واللي نفقت اللي, اللي نفسها او روحها طلعت يعني م. بدون تاثير من شيء من دون اصطياد بدون صيد او بدون آه كذا اه فهمتي زي انا تخيلت أن الميته دي طب ما اللي بنشها بالبندقيه دي بتموت وبعدين اجرها او اشدها لا ما دي بقى ماتت ماتت بقى محلله خلاص لما آه آه لكن الثانيه اسمها منخنقه او موقوذه او يعني مترضيه إيه؟ آه او نطيحه اه يعني إيه اربع حاجات بقى مختلفه ما ما اللي هو حرام منخنقه اللي خنقها حرام كلهم منخنقه الموقودة اللي في بهيمه خبطتها في راسها آه. او في جزء من جسمها ادى الى موتها، آه. دي ما نزفتش دي اتعمل فيها الخبطه آه. في مكان ليس مخصصا آه. والمترديه اللي وقعت من فوق من الدور الثاني من الثالث من الجبل ييه. من كذا اه ما تتاكلش اه ما تتاكلش آه. والنطيحه اللي هي بتنطح بعض الحاجات من الحاجات وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما اكل السبع اللي هو اللي الاسد. اللي اكله الاسد او اللي اكل جزء منه الكلب اه فهمتي القصه اللي اكل جزء اه يعني حاجه بواقي اكل حيوانات اكل حيوانات ده لا يجوز لان ممكن الحيوان يجري فيصطاد فريسه وياكل منها جزء ويسيبها ويسيبها فما ينفعش انت تاخدها عشان كده قال مكلبينا في الايه بقى بتاعتنا احنا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله مم. فالمكلب اللي هو الكلب اللي هيعرف يجيب لك الاكله بتاعتك او الفريسه بتاعتك من غير لما ياكل منها او ياخد منها حاجه من هذا القبيل مم. واتقوا الله إن الله سريع الحساب دائما لما بتيجي آية فيها حكم وبعدين تنتهي باتقوا الله ده معناه إن احنا نتقي الله في الحكم ده ولا عامة واتقوا الله عامة بس لما بيجي في ذيل آية في آخر آية في ختام آية فقصد بهذا الأمر أن هناك قد يحدث هناك ألاعيب أو شبهات آه. في هذا الحكم آه. ممكن يحصل الله بقى شو. يعني الله خلي بالك بقى, بقى وركز ان الحكم ده ما ينفعش بالظبط آه. لأن ممكن واحد يجي يعتبر بعض الاشياء التي حرمت ها بعد الاشياء التي حرمت بنص يعتبرها انها من الطيبات فيجي يقول لك لا دي انا شايف ان دي من الطيبات يبقى انا هقول لا ده مش بمزاجك بقى ده دي لابد وان يكون منصوصا عليها في كتاب الله طيب احنا بعد الفاصل هنروح للطيبات اللي عند اهل الكتاب وهنفنط هذا الحكم ونعرف فيه الدليل بعد الفاصل اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانية طيب احنا بقى لنا سنين بنتكلم في فكره انه حرمانيه شديده الناس بتحرم علينا انه طالما عقيدته غير عقدتك يبقى فيه محظورات فهاش كلام فالنهارده احنا بنقرا الايه القرانيه في سوره المائده اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فكرة الطيبات من أهل الكتاب حل لكم وحل لهم يعني تاكلوا عند بعض يعني حلال ست تجيب لي في العيد عندهم تقول لي ده احنا عاملين كحك العيد عندهم أو احنا عاملين فخدة ما هم بيبقى الصيام بقى ممنوع ياكلوا أي حاجة فيها لبن ولا ولا لحمة ولا أي حاجة فيجوا بقى يقوموا عاملين بقى زي الموسم كده ويقوموا عاملين وعازمنا الناس تقول لك لا حرام ونطلع في التلفزيون نيجي نهني تبص تلاقي التعليقات كلها حرام هيك أه يعني القران اشرح لي الايه ورد على هذه لا هو حضرتك ما حد قال ما فيش حد قال بحرمه طعام اهل الكتاب هو بس خلي بالك الطعام اهل الكتاب اللي موجود في نصوص نفس الكتاب نفسه, نفسه هي نفس المحرمات او اكثرها زي اللي عندنا فانا زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل ان ما فيش الخمر يعني محرم اه يعني حضرتك تقصد انه احنا مش هنروح ناكل اكل حرام لا مش احنا هناكل اكل اه, آه اكل حلال يعني اه لك لك الخنزير الخنزير محرم في كل الديانات وليس محرما في دين الاسلام فقط يعني حضرتك عشان تبقي عارفه والذين ياكلونه من اي دين من الديانات هم عصاه هو واحد عاصي زي المسلم اللي ما بيصليش هي هي يعني مم. نفس القصه انا مم. مم. مش قصتي بقى مين يحاسبه ومين يعمل لا احنا بنتكلم ز... على الاكل العادي اللي هو ورق عنب وفته برضه وحاجات, وحاجات كده انا بوضح لك يعني هو ليه ليه اتقال كده؟ لاني اتاخد من آه افكار من الغرب ان يعني هم بياكلوا بقى الخنزير وبياكلوا الشحوم وياكلوا لحوم وبيأكل... دي حاجات ناس بتعملها هم ليسوا ملتزمين بمذهبهم او بدينهم زي ما احنا برضو في كثير من المسلمين ما عندهمش التزام مش ملتزمين خمره عادي بيشربوا خمره وبتاع طيب. تمام انا دلوقتي لو حضرتك في العيد وحد آه. عزمك آه. في العيد عندهم أوه تروح أوه تتغدى عندهم اه تغدى طبعا وتفطر معاهم وانت داخل عليهم, عليهم مش هتقول لهم وتقول لهم آه كل سنه وانتم طيبين، حضرتك في فرق ما بين اعتقاد اعتقاد ما يعتقده وفي فرق ما بين المعامله التي انت تعملها، انا ما عنديش عقيدته ولا هو عنده عقيدتي يعني هو هو لما بيجي في بيقول لك ده اقرار بالعقيده لا, لا اول ما من. تقول كل سنه وانت طيب انت تقر بعقيدته، يا سيدي ما بنقر طب ثانيه واحده هو لما بيجي لما جه قال لي كل سنه وانت طيب هو لا يقر بعقيدتي اقر بقى بعقيدتي خلاص دخل في الاسلام لا. لما بيجي في رمضان بس انا عايزه على حاجه بس في حاجات كتير قوي هم يعني بيصوموا ساعات يجوا يصوموا لا, لا لما تلاقي حد مثلا يعني مش عايز مش اقول لك ازاي لما تلاقي حد غير مسلم مثلا وعامل عزمك على افطار أيوه رمضان أيوه وتنزل تفطر مثلا يعني انت في رمضان انت واولادك والكلام ده كله وهو قاعد طول النهار مش راضي ياكل ولا يشرب ومستنيك راضي يتغدى بالنسبه له عشان خاطر انت هتفطر معاه ده هل ده معناه ان هو الراجل كان صايم صيام رمضان هو فعلا ما كانش بياكل ولا بيشرب آه بس هل هو كان صايم صيام رمضان له بقى ان خلاص الراجل ده كفر ودخل في الاسلام مفيش كده يعني خلينا ناخد الموضوع بموضوعيه اكثر شويه بلاش فكره العدائيه المطلقه القائمه ما بين الطرفين انا ربنا سبحانه وتعالى قال لكم دينكم ولي دين خلاص كل ما يمس دينه انا مش علاقه بيه يعني طقوس له كل سنه عادات انا ف... لا كل ما يمس دينه انا مش دعوه بيه ما بعترضش عليه وحر وهو كذلك لا يعترض على ما اقوم انا بفعله، م. يبقى ده كده خلاص كلام م. متوافق، عشان دي اسمها يعني معايشه ما بين الاطراف. طبعا. طيب، لكن هو انا دلوقتي لو هو عنده مناسبه، طب انا هسالك سؤال يعني انت حصل عنده لا قدر الله حادث، انا مش هنزل اقف جنبه واقول له مثلا يعني واقف معاه واروح معاه المستشفى واحاول اساعده م. ولا ده مش هعمله؟ هي هي نفس القصه بنفس الطريقه، فانا لست بمعتقد ما يفعل، هو انا هسالك بقى أعولك على موقف حصل، انا كنت بره في المستشفى و... و... وبعدين بزور حد مريض يعني وكان مم. السرير المقابل في مستشفى عام يعني كان مم. السرير المقابل بتاع شاب عامل حادثه وهذا الشاب لم يكن مسلما ايه رايك فجت ام وانا بقرا للست ولا للراجل اللي مش فاكر وعادي يعني اقول له يعني شويه يعني بقرا عليه القران وادعي له الله ان يمسح عليك بيده الشافيه مم. وان يدمع عليك مش عارف ايه وشويه كلام كده فراحت جت الست كده قالت لي لو سمحت ممكن تكلمني طلعت لها قلت انا ابني عامل حادثه بس بص انا مش مسلمه انا مسيحيه قلت طيب ماشي وبعدين قالت لي طب ممكن تيجي تقرا اللي انت قريته على ابني مم. ايه حاجه ما رحت على ابنها وقريت عليه والمعوذات والاخلاص ورقيته وعملته مم. هو حتى كان لسه في مرحله غيبوبه شبه غيبوبه كده وبتاع حاجات صعبه يعني فبدا يتاوب ويعمل وبتاع تقول شوف شوف البركه شو هي ست عادي خالص بمنتهى البساطه خالص وبمنتهى الهدوء هل ده معنى ذلك ان انا لما قريت عليه شيء من القران هو خلاص دخل في الاسلام كده؟ لا. لا لا ما دخلش في الاسلام فلازم ناخد بالنا من الفكره دي فاحنا الطعام بتاع الطرفين مباح لهم ولذلك حضرتك يعني انا عايز أحكي اقول حاجه على نقطه على حاجه احنا في بعض الاماكن في بعض الاماكن في امريكا وغيرها من بعض البلدان في الغرب اذا اذا اراد المسلمون ان ياكلوا من اللحوم ذهبوا الى المتاجر اليهوديه ليشتروا منه اللحم لان اليهود لا ياكلون المصعوق لا ياكلون الا المذبوح كما هو في شريعه الاسلام بالنص ولحومهم هكذا ولا ياكلون الخنزير يعني اللي هم الملتزمين منهم فانت حضرتك لما تروح تعمل ال الكلام ده بتدور على لحمه في الاماكن دي فانا لما رحت اشتريت من عند الراجل اليهودي اللي في الحته في نيويورك مثلا م. وجبت منه كيلو لحمه عشان اعمله عندي كده انا خلاص بقيت اتقلبت بقيت خلاص بجد لا بقيت؟ طبعا لا. لكن آه. احنا طبعا بن بنوثق فكره ان القران الكريم أيوة. قال ان هو يعني حل وبالتالي ما يتبعوا بقى اذا انا هروح اقعد في بيتهم واكل من اكلهم فهم هيعزموني بقى في فرح في زعل في حاجه في عيد في كده فالطبيعي أنه يتم تبادل الكلام العادي اللي الناس بتحرمه بشكل قاطع فاذا ما فيهاش شيء لا ما فيهاش انا لم اعتقد ما اعتقد ولم امشي آه. ما قال ولكن انا راجل بعمل اللي هو المكلف علي ادبيا وانسانيا واخلاقيا ها أه؟ وبعدين لو جاري اعمل ايه طب ما انت عندك في الجيره لها حقوق يعني وربنا سبحانه وتعالى بينها وقالها طب انا لو جاري في غير مسلم ايه الموقف معاه أطننت أن أنه سيورثه ولم يقل الجار ده دينته إيه لا خالص ما سألناش في مسألة الجار ما دينه إيه أو أي حاجة طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا نختم بالدعاء وبعد الدعاء نطلع فاصل <applause> اللهم يا ذا الوجه الكريم والنور المبين نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تبسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك اللهم اشفي آباءنا وأمهاتنا وسائر مرضى المسلمين أجمعين مرضانا جميعا شكرا جزيلا فضلت الشيخ أشرف الفيل عندنا فاصل ونعود اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه في سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق اهلا بحضرتك معانا اهلا بك وسهلا وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني ذكر الصلاه اه و, و يعني ذكر العبادات اللي هي واضحه وصريحه وحط معاها فعل الخير صحيح هل فعل الخير يعد عباده زي الركوع الله والسجود الله طبعا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد في ختام سوره الحج اعطى الله خمس واجبات للمؤمنين فقال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وعقب عليهم بقوله واجتباكم يعني مم. كأن سائل سأل يا رب ده تكاليف كتيره قوي مم. يعني ركوع وسجود مم. وعباده بشكل عام مم. وفعل الخيرات وكمان جهاد في الله حق الجهاد ودعاها لوحدها قعدة دي مم. ليه يا رب كل التكاليف دي؟ لك ده كتير يعني بعض الناس ممكن يسأل هذا السؤال مم. يقوم يجي الجواب من رب العباد سبحانه وتعالى هو اجتباكم يعني ايه هو؟ اختاركم تباكم. اختاركم مم. اصطفاكم مم. احنا ما احناش امه عاديه يا هانم احنا ما جاناش كده زي اي نبته طلعت وخلاص ده ربنا قال عننا سوره ال كنتم خير امه اخرجت للناس مش حتى لنفسها حتى هذه الايه تدل على اننا امه مجتباه مصطفاه مختاره هو اجتباكم الاجتباء ده ليه ضريبته يا فندم؟ ما هو اللي ربنا بيديله فلوس بيطلع زكاه ضريبه هذا الاجتباء الواجبات اللي ربنا اداها لما يقول لي اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ما هي العباده بتشمل ده وده بس يخص ده طب ما هي بتشمل فعل الخيرات الله برضه يخصه معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الخيرات في غايه الاهميه مرتبطه بالركوع والسجود الذي هو العباده مم. بالاساس الصلاه ومرتبطه بالعباده بشكل مطلق في قوله اعبدوا ربكم. اذا انا ساعبد ربي بشكل عام مم. وساركع وساسجد لله رب العالمين بشكل خاص مم. ثم سافعل الخير اللي هو نمط من انماط وصوره من صور العباده بشكل مم. اخص مم. وبالتالي فعل الخيرات هو صوره من صور التعبد هو مرتبط حضرتك بالاركان المذكوره مرتبط بالعباده بشكل عام ومرتبط بالصلاه بشكل خاص ولما يقول لي في البقره نفس الكلام هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاه ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وما رزقناهم ينفقون يعني يؤتون الزكاه لوحدها خصص وعمم في نفس الايه صحيح هنا صحيح. في تخصيص وتعميم في نفس الايه صحيح اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وبعدين يعني على تاني. وبعد كده وفعلوا الخير. الخير. يبقى فعل الخير ده ايه؟ اخص. مم. ذكر الخاص بعد العام معناها ايه؟ معناها. اهميه الخاص. آه. اما اجي اقول لسيادتك ايه؟ خلي بالك من رمضان وخلي بالك من العشر الاواخر. آه. دي معناها ايه؟ آه. يبقى رمضان العمومة العموم اهو اعبدوا آه. ربكم. آه. انما العشر الاواخر بقى لا ركزي آه. قوي. آه. يبقى هنا يبقى هنا في اهميه فعل الخيرات صحيح صحيح واذا كنا بنتكلم عن رمضان يبقى فعل الخيرات ايوه, أيوة فعل الخيرات كمان جماله ايه يعني بنتكلم عن الركوع والسجود اللي هو الصلاه وبتكلم كمان عن عباده ربنا عز وجل ده يخصني صحيح لنفسي لما فعل الخيرات متعدي راح لغيري وكان وكان الايمان لا يكتمل الا بكلهم مجتمعين الله, مجتمع الله أنفع الناس آه أنفع آآ الناس آآ أفضل الناس أنفعكم للناس طبعاً, طبعاً خيركم للناس خير, خير الناس للناس. خير أنفعهم فد أن أنفع حاجة في الدنيا مم. طب النفع ده يوصل لحد فين يا فندم كل العطايا طب اللي ما عندوش يعطي قعد النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب على سيدنا أبي ذر في عدة أسئلة جاء 10 أسئلة مم. لحد ما وصل له النبي يقول له أطعم يقول له مش مش لاقي طب إعمل كذا مش لاقي لحد ما قال له بقول له لا أستطيع لا أجد لا أجد لا أجد قال له إذا حتى لو لم تجد اي شيء تعمله كف اذاك عن الناس فهو مم. لك صدقه يعني ان لم تكن ايجابي مم. مم. ما تبقى سلبي أيوه. ان ما نفعتش ما تضرش طب ما, رب ما ربنا يكرمني واسع عليا وبقادر انفع الناس بالذات في رمضان مم. هاخد 70 ضعف ايوه صحيح عن غير رمضان بتتكلمي على كرتونه بتتكلمي حضرتك عن زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله لك ربنا مم. تقبل بتتكلمي عن اي حاجه نفع افعلوا الخير هو ده الخير اللي ربنا وبعدين في حاجه مهمه جدا في خير رمضان مم. ان انا في اي وقت لما اطعم الطعام له اجر مم. لكن في رمضان لما اطعم الطعام غالبا هيبقى على افطار اه طبعا معناها ايه حضرتك فيها اجر وافطار صائم أي هو ده و... هو ده مم. يعني انا النهارده لو عملت كرتونه مثلا وديتها ل... لبيت طبخوا اكل منها الراجل ومراته وعيلين ولا ثلاثه يعني مم. خمس افراد مصايمين يبقى انا كده بقيت صايم يومي بقى بسته اللي هو اليوم بتاعي والخمسه اللي فطرتهم. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يفهم ده والله والله هيبقى حريص ان يخلي رمضان بتاعه 10 رمضانات. اعمله 10 رمضانات ازاي حضرتك؟ ان انا هفطر معايا كل يوم 7 8 9 بقيت انا والتسعه اللي معايا زيهم بالضبط في الاجر من غير ما انقص من اجرهم شيء. ففعل الخيرات ده امر الهي مقترن بالعباده بشكل عام. وبالركوع والسجود بشكل خاص وبالمناسبة الركوع والسجود في الآية دي مش مقصود منه بس الحركات وإلا كان قال أقيموا الصلاة معناها أعمق من كده هو عايز نراكع بمعنى خاضع خاضع في كل الأوامر والنواهي في الصيام ما احنا خاضعين أمسك من الفجر حاضر افطر عند المغرب حاضر ده لدرجة أن سيدنا النبي يقول لي ما تأخرش افطرك عن المغرب هو خلاص العبادة هي هنا خلصت الزيادة دي ما بقتش عبادة فعشان ابقى عابد هكسر صيام ان شاء الله على شربه ميه ماليش نفس الاكل مش مهم مم. الاكل مش جاهز مش مهم مش صحيح. موجود مش مشكل بس على حتى يوم ما الاقيش لو انا راكب عربيته ومش لاقي حاجه اكل اكلها ولا اكثر صيام عليها انوي الفطر ده التعبد ده الركوع طيب احنا عشان احنا يعني لما بيعدي رمضان وبيعدي وقت طويل من رمضان خلاص الناس بتبتدي تفكر في حاجات تانية اه خلاص احنا طلعنا الكراتين قبل رمضان ومحدش بيفكر انه ممكن الكراتين اللي طلعت قبل رمضان دي يكون كل ناس كلوا وخلصوا وقاعدين مش عارفين يجيبوا قوت يومهم منين إيه. صحيح ففكره الاستمراريه والمداومه في, والمدومة الله. في الله. موضوع الاطعام ده لاخر يوم في رمضان هو ده الطبيعي يعني هي حتى لو وديت الكرتونه في اول رمضان بلاش وزعتها, وزعتها قبل رمضان هي هتاخد ايه مع الناس بغيتها اسبوع بقى لسه عنده ثلاث اسابيع يا اخوانا مهما كانت الكرتونه كبيره وهتكفي الاسره حتى اسبوعين ما بقى عنده اسبوعين ثانيين فانا اود الحقيقه ان وده فلسفه العطاء الدائم مم. ان ما يبقاش موسمي ولا ما يبقاش لحظي مم. ما احنا لازم نجدد ده مم. واتمنى ان مبادره كرتونه الخير ما توقفش تستمر ويا رب تستمر حتى بعد رمضان مم. هي الناس هتبطل الأكل يا فندم واهم حضرتك حاجه عندنا هي الاكل والشرب مم. الحاجات التانيه بتعدي انما الناس هتبات جعانه ما ينفعش بالذات في رمضان مم. فانا اود الحقيقه واتمنى ان كل الناس تستمر في عطائها في الخير بالكرتونه دي وامثال هذا اللي نقدر فعلا نوصل بال الناس مش بس الاسبوع الاول ولا الثاني عندنا الثالث والرابع وهكذا وجاءت صدقه الفطر بالتحديد كمان في رمضان على الغني والفقير علشان يحس بطعم العطاء وفي نفس الوقت يغنوا الناس في ايام العيد، طب ما نتوكل على الله نعمل تاني جوله تانيه لكرتونه رمضان، مم. نعملها تانيه وتالته ورابعه. صحيح. ايه المشكله؟ طيب، مطبخ رمضان اللي شغال من اول رمضان، وجبات افطار الصائمين، وجبات سخنه نظيفه زي الاكل اللي احنا بناكله في البيت زي ما سبحانه وتعالى يقول: "من اوسط ما تطعمون" لو اي ست او اي حد عليه كفاره ايه الكفارات اللي ممكن نطلع بيها وجبات زي دي يا فضل الشيخ؟ اولا يا فندم كفاره الحلفان اليمين اه وما اكثر من يحلف الطلاق بعد كفاره زي كفاره اليمين آه آه قال والله مش عارف ايه والله ايه وعايز يرجع في كلامه ومبقاش الطلاق دي بقت يمين اه يمين طلاق ثلاثة اه اللي يقول آه عليا الطلاق مش عارف ايه آه وبتاع وانت عارفه في رمضان الشيطان آه للاسف بيلهم آه بيوقع الناس في الحاجات دي كتير فيقوم يعمل الكفاره اطعام عشر مساكين عن عشر وجبات من الوجبات دهيت آه عندنا الفديه اللي مريض مرض مزمن ومش هيقدر يصوم بيعمل هذه الفديه. اللي عايز يتبرع ويتطوع ما احنا اتفقنا الموضوع مش بس اللي عايز يعملها من الصدقات باجود انواع الصدقات لانه عليه وسلم لما اتكلم عن الطعام بالتحديد قال اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالله والنفس تدخلوا الجنه بسلام. والذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وبعدين لما اودي حتى للاسره خمس ست وجبات حتى لو اطفال من الصايمين ما انا خدت عليهم اجر مم. يعني الناس بس بتبقى فاهمه وبعضهم يقول لك ايه طب انا هودي الوجبه بس اقول له يفطر بها صائم الموضوع مش كده يعني الكفاره والفديه مش مقصود بها ان حد صايم ياكلها مم. لا مش لازم لان لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في الفديه ما قالش ان انا لازم افطر صايم افرض افرض سيدك بينا بتصومش مش هودي لها <applause> رجل كبير في السن ولا مريض ما بيصومش مش هودي له ملجا آثام ولا غير وخلافه فيه اطفال وهودي لهم كل يوم 20 30 وجبه وهم اطفال اقول لهم لا احسن ما هما الصايمين ما فيش الكلام ده إن إل ربنا لما اتكلم في القصه دي قال اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ما قالش طعام صائمين صحيح هو طعام مسكين ايه الفرق بين المسكين ف... وبين الفقير؟ المسكين يا هانم كثيرا لا يعرفونه مم. لانه ظاهر في الناس انه حد كبار وحد كده مستور مم. وست متعففه وراجل متعفف لابسين كويس اه مش ظاهر ما عليهم ما بيمدوش ايديهم ما بيمدش ايديه ومش مش منكسر للناس مم. بس تبص في وشه وفي عينيه تحس ان في قلق وحزن مم. وخوف اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال اللي القران قال تعرفهم بسيماهم مم. ما عندهمش حته لا يسالون الناس لا دول ندور عليهم بالشمعه، موظف بيقبض 2000 3000 جنيه وعنده اسره بتحتاج خمسه، يبقى ده المسكين. اه ونعوضه ونديله الاتنين الزياده دول مم. ونعمل مسطره كده ونشوف الاسره دي محتاجه 5000 بعض الناس تقول لك لا ده مش محتاج ده راجل بيشتغل وعنده وظيفه واولاده في المدارس ده احيانا بيبقى عندهم عربيه آه. او او كذا ومسكين على في فكرة. حاجات دوريه في الحياه الناس مش هتعيش بدون شقه عايشه فيها مم. مش هتعيش بدون اثاث في الشقه مش معنى مم. ان انا دخلت بيت ولقيت فيه اثاث ما هو لازم يقعدوا على اثاث اخواننا جاز ربنا اكرمهم جابوه في وقت كانوا مبسوطين وميسورين بعد كده الحال تدهور اعتقد ف... دول برضو بيبقوا الاقربون طبعا يعني بنعرف بنعرفهم سهل نلاقيهم انه حد بيبقى آه. عارف انه قريب آه. او زملاء في الشغل. او زميل في الشغل مم. او جار مم. ايوه آه دول سهل الناس بقى التانيين اللي هم الفقراء اهدي اللي اسمها الفقير بقى اللي ما عندوش, ما عندوش اللي باين للكل آه. اللي الكل مخبط عليه ويدي له ده مش... سبحانه وتعالى مم. حددهم آه. ما قالش الفقراء وخلاص لا قال في في آه. في الاثنين ده مش مم. بس كده انما قال ليس الفقير الذي ترده التمره والتمرتان انما ال... مش ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان انما المسكين الذي لا يسال الناس آه. فعايزين ندور على ده ده اللي مم. المفروض ندور عليه ونروح له لحد عنده فمهم. ما هوش كمان يخبط علينا اي مهم ان احنا مم. نعمل فرق بين الاثنين آه. آه. ونعرف ده مين وده مين وده يستحق وده يستحق الاثنين مستحقين و... طبعا. ايوة من طبعا. المستحقين ودول من اللي هم ربنا سبحانه وتعالى حط ال المصارف اه فده من المصارف المهم وده من ال... يعني من طبعًا المصارف طبعا نوع برضه. بينهم نوع بينهم عشان من الناس ما تقعش في الاشكاليه دي صحيح ما هو بيشتغل طب ما بيشتغل يا اخوانا بس مرتبه 3 4000 وهو محتاج 6 7 حد مم. عنده اسره فيها حد بيتعالج بت... بيصرف شهريا 3 4000 جنيه آه. وهو حتى بيقبض 5 6 7 ما هيروح هي في, ال... في في العلاج مم. فلازم امثال هؤلاء ندور عليهم ما نجوهمش ان هم يسالوا الناس مم. ربنا اعزهم فاحنا كمان نساعد في هذه العزه وندور طيب. عليهم احنا بقى في الشهر الكريم يعني قيمه انه حد يقوم نازل في الشهر ده مسقف بيته موظب وجايب سراير وجايب عفشه حلوه ده قيمته ايه في الشهر؟ الله اكبر الكريم؟ بالتاكيد يا فندم في المواسم الحسنات تضاعف م. وفي عندنا حديث وان كان ضعيفا لكن معناه جميل جدا وصحيح وهو ان الحسنه التي هي نافله في رمضان كانها فريضه مم. اللي بيعمل فيه عمل تطوعي كانه ادى الفريضه مم. واللي بيعمل فريضه كانه ادى سبعين فريضه فيما سواه وبناء عليه لما يجي حد النهارده على بيت زي ده ويظبطه وينظفه ويسقفه ويفرشه كانه عمل فرض تقول ايه الفرق بين الفرض والنافله مم. الفرض احب الى الله من النافله حديث كرسي صحيح يقول فيه ربي سبحانه وتعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه آه. أحب شيء إلى الله يعني لما نيجي في رمضان ونعمل بيت زي ده كأن أديت فاضي يقوم ربنا يحبني م. ده أحسن عمل أحب ده العمل اللي ربنا يحبه طبعا ودخول وسرور م. تدخله على طبعا قلبه بالتأكيد لو انا بقى عايز ربنا يعني العمل الذي يحبه الله ان اؤدي الفرض لو عايز ربنا يحبني انا العامل الذي يحبه الله يعمل مم. النوافل اللي هي المستحبات بقى والفضائل مم. والكلام ده كله نعم اللهم تقبل بشكر حضرتك شكرا فيك. جزيلا هم. دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله